بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه الفيشة نتاع الدياغنوستيك اللي هي نحطوها في هذه سوزوكي جيمي، يجي في المكان هذا، شفتوها سوزوكي جيمي يجي في المكان هذا، هذه المكان نتاعو، هذاك سوزوكي جيمي يجي غادي، هذه سوزوكي جيمي اللي هي الموديل هذا سوزوكي جيمي نتاع الدياغنوستيك، يجي هنا لوطا مقابل الامبرياج بالضبط، مقابل الدبرياج، هيتو مقابل الامبرياج، مقابل يعني هذه بلاصة الدياغنوستيك نتاعو. هذيك بلاصة الدياغنوستيك نتاع سوزوكي جيمي في المكان هذا مقابل الامبرياج. في رينو سينيك واحد، هذيا رينو سينيك واحد اللي هي رينو سينيك واحد، هذيا الفيشة نتاع الدياغنوستيك في المكان هذا، نحي الغطاء هذا اللي مكان موجود هنا، نحي وتركب الفيشة نتاع الدياغنوستيك في المكان هذا، هذايا الغطاء يجي هنا، تلقى هنا تلقى هنا مكان الفيشة، هذي تلقى هنا مكان الفيشة، هذي شفتها تلقاها مغطية هكا، غطاء كيما هذا، مغطية بغطاء كيما هذا. تلقى مغطي بغطاء كيما هذا، تفك الغطاء هذا تلقى الفيشة هنا، هذه الفيشة المكان الدياغنوستيك نتاع رينو سينيك واحد. في الباسات البي 6 او البي 6 الفولكسفاجن باسات، الفيشة نتاع الدياغنوستيك تجي هنا، تجي في المكان هذا، شفتوا تجي لوطا ما تبانش، اللي ما يشوفهاش من قدام ما تبانش، يعني قريبه للارض للتابي نتاع الموتو نتاع الشوفر نتاع السائق، يعني جاي تحت هذا اللي هو الكفر نتاع السياره من داخل، هذا وين نحطوا الاوراق ولا حاجه، هي جاي تحت منه بالضبط من لوطا، هذه شفتوها ما تظهرش يعني الا ما ينزل دخل واحد راس لوطه باش يشوفها. مكان الدياغنوستيك نتاع لوبيز زافيرا، هذا يجي تحت الفراما هنا، شوفوا نحي الغطاء هذايا، هذايا مكان الدياغنوستيك نتاع لوبيز زافيرا، يعني وين تحط الخيط نتاع الدياغنوستيك ونحط الخيط نتاع الفحص اللي هو السكانر نتاع لوبيز زافيرا، يجي تحت الفراما تحت الغطاء هذايا نتاع الفرام. هذايا هنا مكان الخيط نتاع الدياغنوستيك نتاع لوبيل سوينغ، نحو الغطاء هذايا، الغطاء هذايا موجود هنا، نفكو الغطاء نلقوها هنا في جنب الفيزيبل وات نتاع السيارة، هذا مكان الدياغنوستيك نتاع لوبيل سوينغ. مكان الدياغنوستيك نتاع السينيك يجي تحت الصندوق اللي ما بين الكراسي في الوسط هنا، شفتوهم هذايا مكان اللي هو يدخلوا فيه الدياغنوستيك نتاع رينو سينيك، لازم الانسان يفك الصندوق اللي هو ما بين الكراسي باش يوصل فما انواع الصندوق يتحرك وفما صندوق ثابت يلقى فيه غطاء، المتحرك اذا كان ما يتحركش لازم يفكه كامل باش يحط الخيط نتاع الدياغنوستيك نتاع السكانير اللي هو نتاع الفحص بالكمبيوتر، يجي هنا ما بين الكراسي في السينيك.